ايه ده فاطمه جت؟ هي مالها عند الغيب؟ ربنا يستر. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. نورت فرح بنت يا فاطمه. مبروك يا صالح. ولو اني فاهمك كويس. نشوف واقع تيجي ابدا. ازاي بقى؟ الف مبروك يا حبيبتي. بس انا زعلانه منك يا فاطمه. انت محمياني غلطه مش غلطتي. وحياه ولادي. مالي يا ذنب في اللي حصل؟ عقبال ما تفرحي بميادة ومناف. عقبال ما افرح بأمينة. خدي وشي. مش حلوة في الجو. اتفضل معانا يا استاذ فاروق. اتفضل معاك على فين يا باشا؟ تعرف كل حاجه في الاسم. اتفضل معانا. فاروق هيجيب فلوس مزورة منين؟ المحضر عامل واحد اسمه طاهر أبو العيون، والمحاسب بتاعه شاهد إنه كان موجود وقت ما أخوكم كان بيديله الفلوس، فصدر أمر من النيابة بالقبض عليه. هو فاروق هيعمل كده ليه؟ وإيه اللي ممكن يبقى بينه وبين طاهر عشان يديله مبلغ زي ده؟ والله تقدروا تسألوه. طب والعمل؟ هنعمل إيه دلوقتي؟ ما تقلقوش، أنا بكرة هبقى معاه في النيابة، إن شاء الله الموضوع يخلص على خير. هو اللي اسمه طاهر ده هنعمل معاه إيه؟ أنا هروح أتكلم معاه. وافهم منه ازاي يعمل كده في حد من ولاد الاصل. يا اهلا يا اهلا. ايه الاشراقات دي؟ الشركه نورت والله. انا كنت عارف ان حضرتك هتجيلي، بس قلت يعني هتجيلي بكره الصبح مش بالليل كده. كان لازم اجي عشان اشكرك انك ما خيبتش ظني فيك وعملت اللي طلبته منك بالظبط. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.